أول شيء بدنا نسويه بدنا نجيب من أوراق النعنع، هذا أول شيء، ونضيفه وين؟ على البولة. أيوة على البولة، هذا أول شيء. هذه اسمها قصة ايش شو نسميها هاي قصة النعنع؟ انت من الجيل اللي كان يحلق هيك صح؟ عطاسي بس عجبتني لما قلت لأبوه العدي انت اكبر مني. لا يعني عرفت يعني. ناخذ الليمونات ونضيفهم وين؟ على النعنعات. اوكي اوكي طيب بعديها بنبلش نهرس النعنع مع قول نبلش نمعجهن. ايوه قول نمعجهن. خلينا استعمل يدي صراحه. هسه انت قاعد تمعجهن، قول انا قاعد بمعجهن. قاعد بمعجهن. يا عيني عليك. يا عيني. يلا خليني اجيب الكاسات وابدا احضر الموهيتو. اضفنا الليمون و النعنع، والآن في عندي من عصير الفراولة، وطبعاً فيكم تجيبه مجمد وتخلطوه بالخلاط، تمام، أو تجيبه فريش وبتخلطوه بالخلاط كمان برضو بصير. هاي هي سلام. أجيب لك إياه؟ يا ريت والله. بدي الكثير من الثلج. نبدأ نضيف الثلج يا حبايبنا. ثلج كثير. اليوم شكله حار، اليوم شكله درجة حرارة عالية شوي، حسيت هيك الصبح شوي الشمس قوية. يا اخوي انت بشهر سبعة، صح؟ بنقول شهر سبعة تموز بتغلي المي في الكوز. بعديها بنضيف من المياه الغازية. الله. يا سلام، هذا فعلا بيسوي تش على القلب. يا عيني يا عيني يا عيني. موهيتو يعني صراحة كثير راح يكون طيب بهالصيف. يا سلام. كوبين عصير فراولة، كوبين مشروب غازي، كوبين ثلج، ربع كوب سكر، نصف كوب أوراق النعناع، وحبتين ليمون.